أصغر سيارة كروس أوفر بأسطول سيارات سيتروين سي 3 2023. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا لليوم من صالة سيتروين وكيلها بالمملكة المجدوع، نستعرض مع بعض سي 3 2023، أصغر سيارة كروس أوفر بأسطول سيارات سيتروين. طبعا سيارة جاية بتصميم ومواصفات وتجهيزات جميلة، فقبل ما نبدأ بهذا التغطية نتكلم عن تجهيزاتها ومواصفاتها بشكل كامل، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغونا نستعرضها بالأيام الجاية. للمعلومية الفئة اللي اليوم موجودة معنا بالتحديد نتكلم عن فئة أو نسخة النصفل. اللي حاب يعرف تفاصيل أكثر عن السيارة بأول رابط تلقون تفاصيل السيارة بشكل كامل، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا بأول بخانة الوصف تلقون كل الروابط. سعر هذه الفئة نتكلم عن 88,000 ريال، بالنسبة لفئة الفل كامل سعره 97، فئة الستاندر 79,000 ريال، وهذه الاختلافات اللي بينها. نجي للتصميم الخارجي. أكيد وبدايتنا تكون عن الإضاءات فل LED بالنسبة للعالي والواطي مع خاصية الليد النهاري. كشاف ضباب بالجزء السفلي أكيد موجود عندنا. السيارة طبعا عليها حماية بشكل كامل بالجزء السفلي، حماية من الوحل وتعثرات الطريق بشكل كامل. كشاف ضباب، إضاءات طبعا هنا، شعار سيتروين هنا بشكل ملفت للنظر، فتحات للتهوية. طبعا السيارة بثلاث سلندر 1200 سي سي تيربو، هنا فتحات للتهوية، تبريد الراديتر والماكينة طبعا بشكل كامل، وعندنا مثل ما قلنا هنا الكروم بشكل ملفت للنظر. هذه هي الإضاءات بشكل كامل. ونجي للجزء الجانبي، جنط كروم، الجنط جاي باللون الفضي واللون الأسود، إشارات بالمرايات، عندنا برضو المرايات مدمجة بالأبواب، عوارض بالسقف، دخول ذكي طبعا على الباب السائق والراكب الأمامي، عندنا هنا جناح خلفي أكيد وإضاءات خلفية LED مع حساسات خلفية أكيد موجود عليها. سيتروين، هنا فتحنا الشنطة الخلفية وبنلاحظ المساحة الخلفية، هذه إضاءات خلفية موجود عليها، وعندنا هنا على السبنة بإمكانك تفك هذه بهذه الطريقة طبعا بتكون أفضل. هذا الجزء طبعا اذا حبيت تحط فيه اغراض خفيفه بالمعنى الحرفي، لانه اذا ثقلت هنا اغراضك او كذا فبكل بساطه هذا بتنكسر. فبتكلم من تجربه، يفضل انها تكون اغراض خفيفه، كتب، اوراق، حاجات بسيطه. اذا عندك حاجات ثقيله فالجزء السفلي افضل مكان. نكمل تجهيزنا للسياره، هنا اضاءات LED، فتح الشنطه الخلفيه بالزر، وهذه هي من الجزء الجانبي. طبعا المرايات عندنا هنا مدمجة بالأبواب، تعطيك انسيابية أكثر، تعطينا انسيابية، فيها إشارات انعطاف، برضو العوارض اللي بالسقف جاية بشكل جميل. وهذه السيارة بالواجهة الأمامية. طبعا تصميم السيارة ما نقول إنه تصميم لا تصميم شبابي وتصميم عصري وتصميم، لا، تصميم السيارة هادي، اي نعم ملفت للنظر بس برضو هادي. اذا كنا نقول عن تصميم رياضي اكثر فبتكلم عن السي 4، هنا تصميم السيارة رياضي بشكل كبير، اما هنا تصميم سيتروين. حتى مواصفات السيارة اي نعم مواصفاتها جميلة بس برضو مقارنة نقدر نقول مواصفاتها يعني بكل بساطة هي المواصفات المطلوبة بالسيارة. هنا الجزء الداخلي، نبدأ بالمقصورة الداخلية، النوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية كروم، هنا مساحة تخزين، عندنا مثبت لمطب الأطفال بالإضافة لفتحات تكييف بالخلف، ما عليها طبعا فتحات تكييف بالخلف، هنا إضاءات داخلية. نجي للناحية الثانية، ناحية السايق، وبنلاحظ بهذه الطريقة، وهذه السيارة بشكل كامل. بإمكانك تسحب المرتبة بكل بساطة بهذه الطريقة، بحيث إيش إذا بدك توصل للمقصورة الداخلية بكل بساطة، أو المعذرة لو تبي توصل لصندوق الأمتعة. ونجي لهذه الناحية، المراتب التحكم فيه يدوي،
حاملة أكواب، السيارة بدون تكاية بالوسط، طبعا ما عليها تكاية بالوسط، لكن النوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية كروم، هنا يعني التحكم بالتكييف بهذا الجزء، وهذا الجزء طبعا هنا مساحة تخزين. نلاحظ هذا الجزء جاي باللون الأوف وايت، تطريز باللون الأبيض، المراتب طبعا باللون الرمادي على اللون الأسود والأبيض، تناسق بشكل جميل وملفت للنظر. طبعا كان يفضل، طبعا هنا القايم نلاحظ عليه باللون الأسود من هذا الجزء، باللون الأسود زي كذا بشكل كامل بشكل جميل. إذا جينا لقلب النابض أو محرك السيارة، بنتكلم عن محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي أو 1.2 لتر، الأحصنة فيها بنتكلم بالتحديد عن 110 حصان، والعزم بنتكلم عن 205 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك. سعة استهلاك البنزين نتكلم فيه 16 كيلو فاصلة 6 لكل لتر بنزين، والتقييم ممتاز، بنزين 95 دفع أمامي 2023. هنا بنلاحظ كمان تانك البنزين بهذا الجزء على ناحية السائق، ندخل داخل السيارة ونشوفها بشكل سريع. ونبدأ من ناحية السائق، النوافذ كلها كهربائية، نلاحظ هذا الجزء طبعا مراتب تحكم فيه يدوي، ما شاء الله السعة مراتب مريحة والله، الصلاة على النبي، بعد يوم متعب وشاق شاق شاق بالمعنى حرفي، تدخل داخل السيارة تحس بالراحة، الصلاة على النبي، اي والله تحس بالراحة خاصة من المراتب هذه. دخلت مراتب جلد اليوم كان كلها تغطيات، فدخلت لسيارات جلد، دخلت لسيارات مخمل، لكن الصلاة على النبي انعم من هذه المراتب ما شفت اليوم. فهنا حاملة اكواب، البريك ما شاء الله بالعادة هنا الجزء هذا، لكن هنا ما شاء الله الصلاة على النبي بهذا الجزء، تشغيل السيارة بالبصمة. هنا عندنا الشاشة طبعا قريبة ما هي بعيدة، بإمكاننا نوصلها بكل بساطة، فتحة التكييف، هنا التحكم عندنا التكييف هنا، وعندنا كير طبعا واضح هنا، مساحة تخزين، فرق عن هذا فئة النصف، والفرق عن الفول كامل تقريبا فتح السقف وبعض التفاصيل. عندنا هنا في إرباقات طبعا كمستوى سلامة، ما شاء الله السيارات الفرنسية يهتمون بنظام السلامة. عندنا هنا مثبت السرعة، وهنا التحكم بالميديا والرد على المكالمات ومثبت السرعة، كله موجود، دركسون مكسب الجلد بشكل كامل، التحكم بالإنارة. وهذه السيارة بينا بلاك هنا كروم بشكل بسيط هنا، فحتى هذا الجزء جاي كروم بشكل بسيط وجميل، هنا كروم. وبس أتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا بخانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. وهذه كانت آخر سيارة من سيارات ستروين السعودية الموجودة حاليا بصغارات المجدوعي، فغطيناها لكم بشكل كامل. فاللي حاب يشوف التغطيات كلها بتكون بخانة الوصف، سواء السي 4 أو السي 5، وهذه حاليا حنا في السي 3. وبإذن الله في الأيام الجاية إذا جات سيارات جديدة بنحاول نصورها لكم، أو جات فئات جديدة، مثلا عندنا صورنا هذه فئة النص فل، بإذن الله بعد كم يوم بتجي فئة الفل كاملة ونصورها، بالإضافة للسي 4 صورنا فئة النص فل، بنصور لكم فئة الفل كامل كمان، وفئة السي 5 بصورها لكم بفئة النصف. فبس في أمان الله.